المرأة الفرنسية اللي رسمت ملامح الأنوثة في قلب النضال الجزائري، الأستاذ صفية حجعلي، زادت في وسط عائلة شيوعية أبا عن جد يوم 9 ديسمبر 1920. تربت في حضان البهية وهران حتى نهار جبت الباك، ودرست في جامعة الجزائر العاصمة. لوسات ما كانتش تعرف حقيقة واش كان صاري في الجزائر المحتلة، حتى خدمت في وكالة الصحافة الفرنسية في 1943، الشيء اللي عبرت عليه في كتابها وين قالت: طفولتي تشبه لطفولة كامل الأوروبيين الصغار في وهران هذاك الوقت. في الثانوية كان معي جزائري واحد برك، كامل الجزائريين والأوروبيين يعيشوا كل واحد في كوكب وحده، كنت مبحرة في مجتمع بعيد على الشعب الجزائري. منا بدأت مسيرة المجاهدة اللي سجلت التاريخ، كانت تخبي المجاهدين عندها في وهران وتعاون في التنظيم المسلح والسياسي باش تعاقبها على وقفتها مع الشعب الجزائري ضد بلادها الأم. كيحبوا يحوزوها لفرنسا، لوسات هربت لهم وقعدت مخبية وتضرب وثائق مزورة. لحقوا حتى غلقوا عيادة الوالد ديالها اللي كان يداوي فيها المجاهدين، وخلي وخلي واش جوزت مسكينة دفاعا على القضية تاعها. بعد الاستقلال خيرت لوسات بشير حجعلي زعيم الحزب الشيوعي باش تشارك معاه حياتها، وشوفوا المكتوب هي وياه زايدين في نفس اليوم في نفس الشهر وفي نفس العام. استقروا كيف كيف في الجزائر العاصمة، وقرأت التاريخ والجغرافيا في ثانوية الإدريسي مدة 13 عام. الحرب خلاصت بصح نشاطات لوسات عمرها ما حبست، بقات نار الكفاح اللي فيها تغدي نشاطاتها في بزاف أحزاب كما دايما تحوس على العدالة. توفت لوسات في عمر 94 سنة، وتبقى الصورة الشابة اللي رسمتها لوسات في خاطر كل جزائري راهو عايش اليوم حر في بلاده. من نحكي على الزمان، ترافقكم العافية والأمان، رمضانكم إن شاء الله مزيان.